لبنان هي معروفة للجميع، وسبق وأن يعني نفذنا وقفات احتجاجية واعتصامات كثيرة، وقابلنا الأخوة رؤساء الوزراء في الحكومات المتعاقبة جميعا، ولكن للأسف يعني مجرد وعود تتبخر. إذا لم تستجاب لمطالبنا فإننا قادمون على التصعيد، وسنرفع من سقف مطالبنا بالتأكيد، ونطلب من كل الأخوة المثقفين والأحرار والإعلام العربي والعالمي أن يآزرونا في مطالبنا، لكونها يعني هي تراكمات لأنظمة يعني عبثت بهذا الوطن ومنذ عام 1994 وإلى الآن ونحن نعاني.